الاصفر ولا البتيريجيوم، هو واحد الجليده بيضاء تتكون على جلدات العين من فوق القرنيه من الجهه ديال النيف. بالنسبه للاسباب كاين نشوفيه العين واشعه الشمس والتدخين. الاعراض كاين التدمع والاحمرار ديال العين واحساس بحال الرمله عندك في الداخل ديال العين. ملي الضفرتي بدا يقيس القرنيه تيولي عويجه القرنيه ونقص تشوف سورتو ملي الضفر تيطلع فوق المومو ديال العين. بالنسبه للعلاج هو الدواء ديال النشوفيه ديال العين مع واحد القطرات مضادات للالتهاب. وملي الضفر تيقيس النظر تنحيدوه بعمليه جراحيه.